استاذ ملفت، سمعنا ان انتوا قدمتوا استقالات وفي تصريحات من الحزب ان في ناس اتفصلت وما فيش استقالات اتقدمت، ايه تعقيبك على الكلام ده؟ اولا السلام عليكم، انا اسمي مربت ابو المجد حسين الواد، ماسكه لجنه اعلام في الحزب، والحمد لله انا وريت حضرتك الكارنيه 2019. تم استبعادي من الحزب واستبدالي باخر، لاني حصلت معايا وفاه خالي واستاذنت من الحزب 3 ايام، فمعرفش دي فيها يعني مخالفه للوائح العامه للحزب اصلا، ان الرئيس ينفرد بالقرار، فدي مخالفه للوائح العامه. لأني سيد محمد شحات حسين، امين لجنه السياسات بامانه حزب حماه الوطن سابقا ده. عشان انا تقدمت باستقاله من يوم 5/4. انت تقدمت بالاستقاله؟ يوم 5/4. بمحض ارادتك ولا؟ بمحض ارادتي وعن قناعه وعشان المناظرات والحاجات اللي حاصله للامان. شهدي وليم عباس. انت تقدمت بالاستقاله يا استاذ شهدي ولا لسه ما زلت في الحزب؟ لا انا مقدم الاستقاله من 5/4 لاسباب تخصني انا شخصيا. طب ممكن حضرتك تقول لنا ايه الاسباب؟ انا ماسك امين مساعد القاعده الحزبيه في المريس، ودي تقريبا 84 عضو. انا حسيت ان الحزب ما لهوش تواجد في القريه، والقريه اصلا هي قريه سياسيه، لازم التواجد الحزبي داخل القريه عشان نقدر يبقى لينا تواجد داخل مع الناس. فانا حسيت ان الحزب ما هوش متواجد، ما لهوش خدمات، ما لهوش افعال، كلام بيتقال في القاعات والاجتماعات مش بينفذ. ونظرا لظروفه الصحيه انتقلت كاميرا صدى مصر الى فضيله الشيخ احمد عباس، الممثل الديني للحزب حماه وطن. يا شيخ احمد، حضرتك ضمن الناس اللي تقدموا باستقالتهم في حزب حماه وطن؟ كان لها اسباب الاستقاله؟ والله هي ما لهاش اسباب، لكن برضه لها اسباب، احنا ما قعدناش مع بعضنا وكده يعني. طيب حضرتك انت اتصل بيك لواء بلال وسالك على الاستقاله. نعم، هو سالني قال له، قلت له والله يا فندم انا معي تحليلات العمليه اعملها لعيني، فبكلمك بعدين. قال لي سيادتك انا حنجيكم يوم الجمعه نقعد معاكم. فده قلت له يا فندم انا معلش انا في المستشفى، فهنعمل تحليلات وشاتك لما بعدين لو تجي فحضرتك نشوف يعني. فما جاش يعني. طب هو سالك على التوقيع على الاستقاله وانت قلت له انا ما وقعتش؟ لا ما سالنيش. ما سالكش؟ ولكن انت ضمن الناس اللي وقعت على الاستقاله؟ نعم. ومقتنع باستقالتك ولا كان في تحريض من حد؟ لا مقتنع طبعا. يعني بدون تحريض؟ لا طبعا. احنا بنشكر شيخ احمد والف سلامه يا مولانا. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك تقدمت استقاله ضمن الناس اللي تقدمت الحج؟ تقدمت استقاله لهدف ان انا لغايه النهارده يعني الدكتور وائل ما فيش يوم اتصل بيا في اي مشكله. انا كرجل عضو مجلس عضو لجنه الصالحات، مفروض هو يعني يكلفني يقول حتى يقوم بالصد من الاشخاص اللي هم مختلفين في لكن هو مسيب اللي يغلط يغلط، واللي يشتم يشتم، واللي يتكلم يتكلم، لكن ما فيش يوم حتى اتصل بيا تليفونيا. قال لي انت والله خلص المواضيع دي هتحسن من كذا كذا، ما مهمشني يعني. فده اللي خلاني انا زعلت. ممكن كنت ندافع عنه يعني، لو كان حد يسيء لي او يسيء للحزب كنت انا اقول لا خلينا نحترم مشاعر الناس ونحترم كذا كذا، يعني صالحه هو. لكن انا لغايه النهارده ما اتصلش بي، وده اللي مزعلني يعني، وده اللي خلاني انا استقلت، لان انا غلطت في حد وحتى اقول فيه. تمام. طب يا حاج، انت تقدمت بالاستقاله مع المجموعه اللي تقدمت بالاستقاله بمحض ارادتك؟ بمحض ارادتي عشان حد يحرضني يعني، انا شخصيا عارف مسؤوليتي وعارف يعني ما فيش اي تحريض. لان الحزب صرح في فيديو للنائب الامين العام ان في تحريض من الاستاذ اشرافه. لا ما حدش حرضنا، انا راجل يعني مش صغير عشان اتحرض، لا الراجل عارف مسؤوليته وعارف كياني وعارف احترامي وتقديري لنفسي واحترم نفسي. شكرا يا حاج.